إلينا فتح الفاضلي كاتب وكاتب ومحلل أكاديمي. بداية سيد الفاضلي، كيف تقيمون نتائج المواجهة بين قوات مجرم الحرب حفتر يعني وثوار بنغازي بعد عامين من المواجهة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اشكر طلبة التناصح على هذه الفرصه الطيبه. حقيقه هذه العامين يفترض انه هو الجيش وجنرالات وعقائد وخبره يعني قضيه الان اخذت سنتين. يعني أغبى انسان في الوطن يدرك ان هذا ليس جيش، يعني اي جيش هذا اللي ياخذ له سنتين باش يحول يفترض شوي ارهابيين من مدينه، يدمر المدينه وينزع اهله ويهجر ويحرق ويقتل، يعني اي جيش. اذا هذا الدليل، اول دليل نحن لا نمتلك جيش، واول دليل على عجز هذه القاده، هؤلاء القاده عن ان يكونوا قاده عسكريين. ايضا استاذ كريم، انا لا ادري هذا الميار اللي يتحدث عن الخروج عن ولي الامر، مره ذكر حفص كولي امر وربنا يحفظه مش عارف ايش، هذا ولي الامر خرج على ولي الامر ادريس رحمه الله، دولة مستقرة، دولة ديمقراطية رائعة، مدنية ممتازة جدا، من أعظم الدول، خرج عليها حفتر ومعمر بالسلاح، يعني هل تعتبره خارج ولا أنت ما تبيش تخرج عليه؟ يعني أيضا برغم طول المدة وبرغم طول مدة عملية الكرامة وبرغم من الزوابع السياسية والعسكرية التي تمر بها ليبيا، لا يجب أن ننسى الأصل في هذا الأمر، وهي أن الاغتيالات اللي تمت في بنغازي ضد أبناء وأفراد القوات المسلحة والمدنيين لم يكشف من وراءها بعد حتى يومنا هذا، بل إن أصابع الاتهام ما زالت وبقوة تشير إلى قادة الكرامة أنفسهم والمخابرات المصرية. كذلك لا بد يعني طول الوقت وطول المدة من السناش بأصل أن عملية الكرامة عملية استخباراتية مصرية مدعمة بالإمارات والأردن والدول الأخرى عربية وغربية، ولكل من هذه الدول بالطبع الهدف السياسي والاقتصادي وراء تأمين هذه العملية. لا يجب أن ننسى هذه الخصوص في هذه العملية القذرة التي دمرت البلاد وزادت الدم. هو يقول نحن بالإرهاب لإيقاف نزيف الدم، بل هو وسع من أحواض الدم، يعني هذه أشياء واضحة ولا علاقة لها بالتحكيم. طيب دكتور فتحي، نعم دكتور فتحي، ما هو الرد في رأيكم على ادعاءات وسائل الإعلام الموالية للبرلمان والموالية لمجرم الحرب حفتر بأن الحرب في بنغازي هي بين الجيش وبين داعش؟ سيدي الكريم، دعني أقول لك أن البرلمان والإعلام المدعم للبرلمان لا يملك إرادة صناعة القرار. هؤلاء تبع سيدي الكريم للآلة العسكريه اللي عند حفتر واعوانه، هم المدنيين في صوب البرلمان والاعلام غير قادرين على صناعه اي راي او سياسه او توجيهات معينه. لكن الرد سيدي الكريم ان ثوار درنا على سبيل المثال طردوا داعش او تنظيم الدوله، ثوار صبرات سيدي الكريم، ثوار مصرات الان يقاتلوا فيهم. فكيف يعني اي دواعش انت تحارب في بنغازي وانت تركتهم في درنا، يعني خرجوا من درنا الى السلف دون ان يمسوا بطلقه واحده. يعني هناك وبكل تأكيد بشكل مباشر غير مباشر تعاون وتنسيق بين تنظيم الدولة ومن يسمى بعملية الكرامة، واضح جدا واضح للعيان. أكثر من حدث سيدي كريم، لم تقصف طائرات الكرامة أي موقع من مواقع داعش، لم يهاجموه، بل إن ثوار برنا أخرجوا ما يسمى بتنظيم الدولة. الآن عاد الجيش يسمى بالجيش الفاسد اللي له سنتين ما قدرش يطلع مجموعه بسيطه من مدينه واحده من الوطن. اي جيش هذا واي داعش يا اخي هو احتمال. طيب دكتور فتحي، نعم. طيب دكتور فتحي، إذا لماذا السكوت على ما يجري في بنغازي وما جرى في درنا وما زال يجري فيها من تدمير ممنهج وقصف شبه يومي؟ بالتأكيد هناك مصالح كبيرة جدا إقليمية، منها مصر، منها الإمارات، فرنسا تريد التقسيم، بريطانيا تريد التقسيم، حفتر يريد إرجاع المنظومة السابقة ويحكم، لكن الذي يلام حقيقة هم قادتنا نحن السياسيين، يعني القادة السياسيين في الوطن. نعم. ربما أنا ما زلت عند موقفي عند مشروع بعثة الأمم المتحدة ضده بكل تأكيد، لكن على الأقل المجلس الرئاسي لم يتحدث عن بنغازي حتى يومنا هذا، لم أسمع لعلي أنا مقصر في المتابعة. يعني هذا المجلس الرئاسي وما يسمى بالحكومة المؤقتة، ما هو موقفكم من حفتر ومن تدمير بنغازي حتى يومنا هذا؟ ما هو موقفكم من حصار مدينة درنة؟ ما هو موقفكم من مهاجمة مدينة مصراتة؟ يعني استغرب جدا المواطنين الآن يقولون مش أنتم أين موقفكم؟ ما هو تحدثوا أعلنوا شيئا ما.
يا اخي الكريم قاعدين يلبسن لي قراويط وبداري وميكروفونات ويشرحوا على قضايا تافهه جدا لا ادري حقيقه. اسال الله سبحانه وتعالى ان ينصر الثوره وان ينصر الثوار ويحفظ مسجد من مبادئ ثورتنا وان نزيد من نشاطنا الاعلامي لنصل الى جميع الناس في المنطقه الشرقيه في الغربيه في الجنوب. وتاكد سيدي الكريم ان ابنائنا الكرام في المنطقه الشرقيه هم يمرون بتضليل اعلامي وسياسي واضح جدا جدا. نعم الدكتور فتحي الفاضلي كاتب وباحث أكاديمي كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.